واحنا نحكيه هكا واحنا قاعدين نسمع في الموسيقى جانا تليفون على 31-328-330. دايور نشكركم برشا اللي قاعدين تطلبوا فينا على الرقم هذايا وتحبوا توصلوا حكاياتكم. سي محمد يقول انه عنده خلاف مع زوجته ويطلب مني انا انه نلقى له الحل. معناه انطوكا نقول له سي محمد ان شاء الله على ما نقدر في الاخر نحاول نستمع ليك ونحاول نلقى الحلول مع بعضنا، والاهم انه انت تلقى الحل اللي يناسبك ويناسب الزوجة متاعك. هذاك علاش سي محمد تاو معنا بالتليفون. سي محمد مرحبا بيك. مرحبا. شنو حوالك سي محمد؟ الله الحمد لله. لاباس عليك؟ الله الحمد لله. الحمد لله. انت كلمتنا وكنت اتصلت بينا قلت انه عندك خلاف مع زوجتك وتحب تسمع وتحب تحكي لنا بلوتو على الحكايه هذيا. شنو هو الخلاف؟ والله خلاف انا 10 وانا وياه 26 سنه 26 عام. باهي. خلاف تعن فراسه تمشي برايها تفكرها، وهو حبت تحطني قدام امر الواقع مثال تخرج من دار من المقر بتاعك مثال السكنه تسكن معاه مثال في منطقة أخرى. ملقيتش حل وعندي صغار صغيرات. ما فهمتش معناها تحبك تحول من الدار هذه لدار أخرى؟ إيه دار أخرى. في منطقة أخرى. في منطقة أخرى. كما قلت فيها أنا ليس من فاقص ولايتي وأنا يولدرين مثال غير أو حاليا مقيم عامل يومي بالشركة أخرى. ما لقيتش حتى حد دخلت بالوسائط بالناس الكبار وكل شيء تعنت صعيب ما حتى اخويا وصلت القضاء وواصلوا القضاء. انتم توصلتوا القضاء؟ وصلنا القضاء مثال وقلت قدام ما توصل مثال ما ابغى غير حلال عند الاخوه كانت يتمة الصغيرات وتصير الرياح وتصير وتعملت. باهي خلينا نفهموا شويه الحكايه مع بعضنا سي محمد. انتم معناتها قلت لي عندكم 26 سنه معارسين هكا ولا؟ 26 عام اخويا 26 عام. بارك الله. عمرك بارك الله معناها مش تاع تاع عامين ولا ثلاثه؟ عام واثنين عدينا الحلوه والمره وكل شيء في الاخر هي دارت علي. انا نتخيل بعد 26 سنه معناتها ال صعوبات ولا الطبيعة ديجا ما عادش فيها معناتها بعد 26 سنة ما عادش فما حاجة جديدة تنجم تظهر من شخص. معناتها سي بون عرفتوا بعضكم تعرفوا طبيعة بعضكم تفهمتوا كل واحد عرف شخصية الآخر، ما عادش فما مجال إنه معناتها تطلع حاجة جديدة. خليني نقول لا هي تحب تمشي برايها هي الرأي الواحد الرأي مش حوار بين العائلة، تحب تستقبل الحوار من النقاط. ومن قبل هي هكا ولا جديد؟ من قبل هكا على تحبش النقاش تحبش الحوار تعنت مثال برايها الراي الواحد. باهي. وقداش عندكم تو تسكنوا في الدار هذه اللي هي تحب تحول منها معناتها؟ سكننا فيهم في ثلاث سنين قرابة ثلاث سنين. ومن الاول كي سكنتوا معناها فما مشاكل معناتها حبت تتحول ولا سافا من الاول كي سكنتوا معاك؟ والله البدايه باهيه بعد بدات المشاكل بشوي بشوي. قلت لها انا مثال انا اخويا انا دخلت ما عندي سكنه مسكن وحدي مستقل وحبت ان هي تلزمني على الكراء. هناك المكارث اللي الدعام اليومي مثال وما المقدره الشرائيه وناي كان الوحيد العائد في العائد والصغيرات لما تعرف. يا سي محمد خلينا نفهم من عندك. أيه. معناها انتم ما سكنتوا في الدار؟ من الاول سافا الامور من بعد بدات المشاكل هكا ولا؟ والله مشاكل نتاع خاصة كي وصلنا الكراء مشاكل نتاع شنو اسم محمد؟ نتاع الكراء على الكراء. على الكراء. انت الدار هذه كاريها الدار هذه كاريها ولا؟ اي كاريها. هي شنو مشكلتها مع الكراء ما فهمتش؟ لا تحب الكراء تحب اخوها ديما وحدها ديما قلت له يزينا من الكراء والمقدرة الشرائية والصغيرات 10 و 12 صغار بدو يحس يعرف. يا سي محمد نحب نفهم انت تو الدار كاريها بطبيعتك ولا؟ اي هي شنو تحب معناها؟ هاي عايشة في الكراء. هي تحب تقعد حياة عمرها عايشة في الكراء. وانت شنو معناتها جيت حبيت تبني دار؟ اي موجودة داري مثال اللي تزوجت فيها موجودة دار. مثال وطتني فترة خرجت نخدم البرا هي حبت
حبت تبقى في الدار بتاع الكراء. قد ما حاولت معها برسالة، قد ما حاولت ما حبيت وصلنا للقضاء. معناها أنت حبيت ترجعها من الدارك اللي هي ملكك كفاحة. وهي ما حبت قالت لي نقعد كان في الكراء. دارك اللي ملكك شنو اللي فيها يعيب معناها شنو علاش هي ترفضها الدار هذه؟ لا ما فيها حتى شيء، فيها شوية مشاكل قبل عن الوالدة والوالدة. بحذا دارك بحذا دار الوالد معناها دارك. هي هي الوالد. فهمت. توفت الوالدة قعد كان الوالد عمره 90 عام ما حبيت شوية قد ما حاولت أعمل الأقارب أعمل الناس معناها هي ما حبيتش تمشي بقى تسكن بحذا الوالد نتاعك. أعطيك الصحة ما سكت برأيها الوحيد. ما تحبش الحوارات الحوار وما تحبش. ما ننساش نسألك أنا في شوية تفاصيل باش نفهم الحكاية. هي علاش ما تحبش تسكن بحذا الوالد نتاعك؟ والله هي ركبت على المشاكل نتاع قبل، قلت لها مشاكل. صارت مشاكل معناها بيناتهم قبل؟ لا في مشاكل طفيفة ما على حتى شيء. وعندي الوالد عمره 90 عام كيما نهز سنة الوالد الوالد نتاعي. قعد كان الوالد الوالدة توفت. انت توا معناها بين بين البنين بين وجعتين خليني نقول بين مرتك اللي هي 10 سنين وام صغارك وبين بوك اللي هي كومام زاد الوالد نتاعك اللي رباك واللي صرف عليك واللي كبرك وردك تبارك الله سيد الرجال. ما حاولش تحكي معها ما حاولش تفهمها مثلا انه راه هذاك دخلت حتى بالصغار ما حبش تقتنع. لازم قبل مشاكل كبيرة ماهيش طفيفة كما كنت تحكي أنت. والله يا أخويا محمد ماهيش مشاكل والله كانت تتحل لكن هي ما حبش تقبل الحوار والمفاهمة ما حبت كما قلت شفت بالرأي الواحد نتاعها حتى من أقرب الناس اللي لها أخوتها ما حبش تستعرض بيها مطلوب. نحاولوا احنا ديما كما قلت نحاولوا هكا نشوفوا حل ننظروا للمشكلة من طريقة أخرى. انت ما حاولش مثلا تلقى دار كراء نعرف اللي هي الامور ما تقابلش امام دار كراء وقريب على الاقل لدار الوالد نتاعك. سامحني والله كان الحاضر ودبرت دار الكراء وما حدش قالت معناتها البلاصه هذيك بحث دار الوالد. لا دبرت الكراء وكل شيء المدرسه موجوده وكل شيء ما حدش يا عاد هذايا ولا شو نقول انا دراش دراش برشا معناها دراش اعطيك ساعات فهمت دراش والله دبرت الكراء ساعات حق مطبق الكراء وقالت لا وقالت لك وليت حل. وتو المسار القضائي معناتها شنو عملت شنو صار؟ القضاء تم ما زلت جلستين ولا سنين عملتها. انت طلبت طلاق؟ انت طلبت طلاق؟ لا خلاص تلاقوا دايرين هكا الصغيرات جو في الباينين بنات وصغار قداش عمرهم صغار بربي؟ عمرهم 11 و12 مازالوا صغار معناتها ما يفهموش مازال مش نقول لك انا هو ما حاولوش يدخلوا ما العمر ما يسمح لهمش انه يدخلوا في مشاكل كيما هذه ما يسمحلهمش صحيح ما يسمح صغار ما يعرفوش حتى تو بعثتك يا رانا كيف خلاف بالتليفون يكلموني هم طول ما يتبعوا مثالية اما عايشين عند الوالده ما يدوسيش في نخدم البرة سيطرت عليهم في سيطرت على الكلمة يخافوا منها وكل شيء. لا هو في الأخر أمهم كما أنت تحب أمهم لا تخدم بوك هي زي هم زين حتى تنزم حتى في وقت نمشي نهزم من الوالد ما تحبش تعطيه. لا هي المدام كاس حشوية كاس حشوية المرأة عندك يعطيك الصحة كاس حشوية. أنا اللي نجم ننصحك به معناتها في الحالة هذية إنه أول حاجة تمشي تحكي أنت وياها قبل ما نحكيه على الكراء وعلى الدار والكل نحكيه في أمور الطلاق. يا بنت الناس يا بنت الناس راهو الطلاق هذايا مش حل راهو عندك صغيرات راهو كذا راهو مش يضروا الصغار قبل ما نضروا احنا. لا قلت له هذا الكل ما حبش تفهم معناتها هي تو شده صحيح في هي تو شده صحيح في الطلاق هي لا البدايه لا البدايه اول مره لا وبعد ولات شدت على في اخر ثلاث سنوات مثال في المعهد ما قال لها ركة مثال عمل طلاق انت ومحامي وعمل نادى بسم الله كل طلاق قال لها حلينا غرامه مثال ولا تاخذي
نفقة ولا توقف عن نفقة مثلا شهريا مثلا راضية ولا في الأخر. يا سي محمد. نعم. نقول لك أنا كان جيت في بلاستيك شنو نعمل ولا ولو أنه ما نجيبش نكون في بلاستيك. لا لا ما كانش بلاستيك لا نصيحة الخول الخول. يعيشك يا سيدي. ولكن أنا شو نقول معناه توا المسار القضائي قاعد ماشي. ماشي. وهي شهادة صحيح في الطلاق ولا أي توفي الأخر ولا نربح أجر نربح دعوة الخير مع عند الوالد نتاعي. ها شنو نقول لك أنا. نعم. أنا توا نقول لك نربح دعوة خير مع عند الوالد نتاعي اللي ما زلت له قول أنا إن شاء الله ربي يطول في عمره ولكن إن شاء الله بالعمر المديد ولكن نشبع أبوي قبل حد شيء صراحة مع رغم ما نرضاش أنه صغيرات تضر ولا حاجة وهذا يقول قائل مش نصيحة في الأخر أنا ما نجمش ننصحك ونقول لك أعمل ولا ما تعملش أما هكا هكا نظرتي للدنيا معناتها إذا مرتي ما حابش تتفهم الحكاية هذه وباللي عملت المحاولات على كلامك انت راه ديما نرجع على كلامك انت نجم هي عندك كلام اخر اما انا نمشي ديما معاك انت اللي انا كنت اللي كلمتنا وانت اللي تحكينا مرتي ما حبتش واول حاجه انا مرتي اذا كان ما ما ما, ما, ما تقفش معايا ولا ما تقفش مع ابويا ولا امي اللي هما ربوني في كبرهم خاصه ما تخلينيش نقف معاها سامحني ما عادش نجم نعيش معاها إذا راح نحكي لك هذا واحد ثاني لا دف عن جنب شبان خليك الوالد ولوح في التركينة نقول احنا في بلاصه بعد لا انا نقول لك سي محمد ما تخليش بوك انا هكا نصيحتي وانا يمكن اصغر منك في العمر ولدك نجم نجي ولدك لكن ولا اخوك ولا اخوك الصغير اي نجم يكون اخوك الصغير ولا 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 ولدك لكن نصيحه ديما هكا انت خاطرك في وسط المشكله دونك ما تنجمش تخمم بالكدا انا هكا نشوف هكا من بعيد شنو انا نجم نعمل وسط المشكله عايش فيها انت عندك خواتك ولا عندي كان خو بعيد على الوالد هو اللي تم القاعد يسالح للوالد غير جاب ربي هو اللي هو قاعد على الاقل راس باله نقول لحظه كيك عاد باش نوليو اذا كان عندك خوك انت لاهي بالوالد لا شو والد مثال ما نحب نهز مال حمل هز الوالدة لولا ونسى ما نعيشش الأكثرية الوالدة توفت ما هزتهاش وحب على الأقل ناخذ رضاية الوالدية مثل الوالد حد نهز سؤال الحمل أنا نقول لك توا خاطر جاء البالي سؤال إنه عندك إخوات ولا إذا كان فما شكون لهي بالوالد متاعك وأنت مطمئن عليه وخي يرجع لمرتك وطلع الوالد ما بين الوقت والوقت ومد عاون باللي تقدر وكذا مادام انت تنجم تطمئن عليه الوالد نربحوا الزوز رضايه الوالدين وعيشه باهيه مع المراه وخلينا نرجعوا الامور باهي اما اذا ما بالحق ما عندك حتى حد للوالد نتاعك وما فماش كون يتلهى بيه وانت عندي خويا لكن انا حبيت نستقر في بلادي في منطقتي مثال واحد هي تونس الكل لكن منطقه كل شيء موجود فيها كل شيء انتوكا انا يقول لك اذا كان فما شكون ينجم يتلهى بالوالد نتاعك ويطمنك عليه خاصه انه يطمنك عليه هذا الاهم باش انت تبدا ديما تطمن على 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 بوك وديما يبدا ضميرك مرتاح انه في كبره على الاقل تحاول انك ترجع له مش ترجع له مستحيل كل شيء لكن تحاول انك ترجع له ما قدمه لك وانت صغير نقول على الاقل خلي شكون مع الوالد وانت ترجع لمرايتك وصغارك ومسائش ترازيها مريتك نعرف اللي هي راسها كاسح نعرف على حسب كلامك بتبيع عديمة نعرف اللي هي شدة صحيح لكن ما فيها بيس نطيحه شوية نرجع نتهنى انه مريتي وصغاري والوالد هكا متمنى لي اما اذا ما عندك حد والله سم اللي نصحني بهذا لكن جدت اخويا الصعيبة يبقى ديما البحث بعيد على اهلا صعيبة سي محمد يعني دي صعيبه مالا نقول لك سيدي تمشي بحذا الولد نتاعك اعطيك الصحه وربي هنيها وهذوك صغارك يلزمك تخدمهم انت وتعلمهم انهم راهو يلزمهم يقفوا نهار اخر معاك في عيوني هذوك نعملهم صحيح معناتها انت نفس الاحساس اللي انت عشته توا مع ابوك يلزمك تعلمه لصغارك انه نهار اخر يلزمهم يقفوا معاك ويلزمهم كذا اما نصيحه نقول لك النصيحه وما رضا الله الا برضا الوالدين ما قالش هو برضا الزوجه
صحيح باهي ترضي زوجتك وحاجة باهية، ورسول وصى انه نتعاملوا مع الزوجات نتاعنا باللين وبالحاجة الباهية، لكن الوالدين قبل. انا نقول لك اربح اجرك واربح دينتك مع الوالد نتاعك، اخف مع الوالد نتاعك، هذا نصيحتي ليك. ومن بعد الدنيا تتحل قدامك في كل شيء مع زوجتك ومع الناس الكل. ان شاء الله عايش باهي سي محمد. باهي نسمع لي كان الاخبار الباهية ان شاء الله. سي محمد نشكرك برشا على التليفون هذايا، بارك الله فيك. وضعية صعيبة بالحق تاع سي محمد، وضعيته صعيبة برشا. يقول لك كمان حتى مرته راهي 10 سنين 26 سنة ماهوش شوية، لكن خليته بين انه يختار. وصراحة الناس اللي تخليك ما بين انك تختار بين هذا وهذا، امشي مع قلبك، امشي مع الحاجة اللي تشوفها انت اصلح. راهو اذا كان فما شكون خليك تختار، راهو هو ما يناسبكش. هذايا انا نؤمن بها برشا. اذا كان فما شكون خليك انك تختار بين يا هكا يا هكا، يقولك يا انا يا فلان، لا فلان مال، خاطر اذا كانك تحبني وتعزني ما تخلينيش في اختيار صعيب، وخاصه مع بابا، خاصه مع شخص اللي مش نابورت كي، والله كان قلت لي مع جار ولا ما على ليميت نتفهم، هذاك في الاخر شخص ما هوش قريب وما هوش عزيز عليا ونجم نستغنى عليه يا سيدي. اما هذايا بابا، هذايا لحمي وكبدي وكل شيء معه ودمي والدنيا الكل، والدنيا ذي متربحها كان برضاية الوالدين. إن شاء الله ربي يرضي علينا والدين الكل.